كليمة حلوة مع الطاهر الفازع. زون ميكست رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع الشيء. إما زال عندنا سي خليفة خليفة جبيدة بالطبيعة ضيفنا اليوم 20 دقيقة، وعندي برشا أسئلة نحاول دونك نقوي فريتهم شوي ونختصر زيادة أنا شوي. باهي باهي، علاقتك بالتعليق التلفزي كيفاش تقيمها اليوم؟ علاقتي عادي عادي، أصبحت متابع أكثر مني ممارس للتعليق سواء تلفزة أو إذاعة، ولو أني بين الحين والآخر كما قلت لك عندي ماتش كل مرة مع التلفزة الوطنية. يقال أنه قبلك حكينا شوية على الظلم تعرضته في الإذاعة، يقال أنه حتى شوية من حنة وشوية مرتبط الدين، يقال أنه خليفة جبالي مش منضبط في الخدمة ولا حتى خارج أوقات الخدمة. كيفاش مانيش منضبط في الخدمة وقت اللي أنا زملائي كل وقت ما أنا يحترموني احترام شديد ويعرفوا أني أنا المقياس الوحيد هي الكفاءة والعدل بين الزملاء، أما خارج الميدان فما الذي أضر بالناس إن كانت لي ربما بعض السلوكات أو بعض العادات التي تلزمني وحدي. ما هذا ادعاء، ما هو اللي ما عندوش حجة يجيب لك حجة من الحيط. بي في مغلوب شوية بالفيسبوك، أنت في بعض التدوينات تتهجم حتى شوية على الزملاء، هذا نجم قلقك شوية في مسيرتك المهنية، عطلك شوية؟ ما تهجمتش على الزملاء، تهجمت على عمل بعض الزملاء، أما الزملاء كزميل نحكي على الخدمة نتاعهم. الخدمة نتاعهم مش نتهجم، أنقد، والإنسان اللي عنده ثقة في نفسه غير معاقد ما يردش الفعل. بديك مثلا جبدنا اسم حتى تهجمت عليه، الاسم هذا تحاتم بالنامي حتى على الفيسبوك نتاعك، تهجمت عليه في وقتها سخونة. تهجمت عليه مش تهجمت، أكثر من الهجوم، أكثر من الهجوم. أنا لا أختلف في ذلك. علاش؟ لأنه ربما تجاوز حدوده ولا يحكي في معناها شرف الناس وعائلات وأولاد وكذا، ويكلف في ناس مأجورين يكتبوا في تدوينات يعني سيئوا فيها الشخصي، فبطبيعة الحال رد فعلي مش تهجم، تهديد بالتعنيف أصل فعلا، وكلم ولدي وولدي قال لي بابا ما قريتش أما لو نقرأ تو نقول لك، وفعلا لما قراش كتبوا ولو أنا مفسخوه بسرعة استاء، ولا هو رمس في صفي باعتبار أنه شيء يمس من سمعة الناس، أخوي خرجت أنا من الإذاعة انتهى الأمر. أنت تهاجم فيه الواش، تجبد لي في أموري الواش. العلاقة كانت سيئة بيناتكم؟ سيئة، كلمني كان وقت توفاة الوالدة. معناها تطاحت كيف على ظل؟ والله كل حد يلقى فعله، أما كلمني قال لي البركة فيك في الأمان تصبح على خير، من وقتها ما تكلمتش. بيه أعلن انتمائك للنادي الإفريقي أثر شوية على مسيرتك المهنية؟ أثر. كيفاش؟ بعقلية متخلفة في تونس يأثر. هل سمعتم مرة أني أنا النادي الإفريقي يلعب ضد الترجي أو النجم الساحلي أو النادي الصفاقسي أو الأولمبي الباجي أو غيره وكان مردوده سيء، وقلت طيب هل نقصت من قيمة أي فريق أو استحقاقه لما يفوز على النادي الإفريقي، لما يكون إفريقي طرف في مقابلة في تعليق يجيب لي إنسان أي حجة أي حجة؟ كيفاش أثر مال؟ أثر لأني أنا إنسان ندافع عن النادي الإفريقي، ندخل في شقيقة ورقيقة من خلال أني ننقد في بعض الأحد يروا انتمائي يروا فيها معناها دوب الفاس، فيه الانتماء اللي يوصل إلى حد النقد اللاذع لفريقي المفضل والنقد اللي نستحسن ربما واحد، أما عمري ما كان انتمائي تعبير باش كما يعملوا بعض الناس يجي يتهجم على الترجي أو النجم أو غيره، مستحيل مستحيل. فما شكون يتهجم على جمعيات من الصحفيين؟ فما مثلا تعرفوا لا فايدة، أو أنت إسلام أنت مش تدخلني في مشكلة مع الزملاء الكل اللي أنا خلي نسبة الكره على الأقل محدودة شوية لتولي تولي شاملة. ثم واضحين يعيطوا واضحين مش باهي. ما ندمتش في الإعلان تاع الانتماء نتاعك؟ أبدا ولن أندم، حتى لو كان أثر كنت تنجم تعمل مسيرة أكبر من هكا برشا؟
لا قلت لك انا قلت لك لو التقييم يكون للشخص بقطع النظر عن انتمائه، انا النادي الافريقي يا اخي انتمائه اجنبي، مالكش فريق من فلسطين المحتله. لا فريق تونسي والناس كل يعرفون. ولعلمك الفرق الاربعه نضيف لهم الخامس البنزرتي والملعب التونسي الكل سافرت معاه، وربما اكثر فريق سافرت معاه الترجي ويجي بعده النجم، اقل فريق سافرت معاه للمهمات في الخارج هو النادي الافريقي ويعرفوني الكل في الحقبات الكل. مش متعصب الافريقي؟ متعصب لذاتي في العمل، اترك الكسوه نعطيك طرفه. اي انا محب الله يرحمه، وجات فرصه باش نترحم عليه، متوفي منذ شهرين، علي الحاجي، هذا ان جران كادر في الشركه التونسيه للنقل، الشركه الوطنيه للنقل، هذا كلوبيست لما يكون في المقهى نتاع الحي نتاعنا زوز ماتشوات بالصدفه الترجي في مكان او النجم والافريقي في طرف اخر، الكل من الافريقي تعدى ونسكر القهوه الله يرحمه، معناها شيء غايه في التعصب، وكانوا الناس يقدروه باعتبار انه واحد، وانا خدمش نتفرج في داري، هو يحب يتفرج ديما في القهوه، ودارهم مش بعيده 20 متر على القهوه. نعدي في ماتش في التلفزة الوطنية لو برومي 2005 3-0 في الشوط الأول الترجي رابح، ورقة حمراء لوسام بن يحيى، خرجت بين الشوطين وراء اللوج شريبة ماء واستراحة متاع ربع ساعة، والتليفون يطلبني السيد هذا المتعصب سعلي الحاج الله يرحمه، قلت باش يسبني مباشرة. قال لي برافو، والله برافو. قلت له كيفاش برافو؟ انا في بالي باش تشتمني وتسبني على التعصب. قال لي لا، انت كل التعصب اللي نشوفه فيه في اماكن اخرى انت غريب، انت ترجي رديتها ريال مدريد. قلت له وهي كذلك اليوم. نوصف حاجه عكس ما تشوفوا فيه، ففي الاذاعه واحد ينجم يزبلح ويعدي ويطفي الضوء، تلفزه صحيح، انا نعدي المشاهد، نحترم المشاهد. انا سالتك على التعصب باش معناها فهمت، تفرح لو كان ترجي تهز اليوم تشامبيونز ليج الثالثه؟ علاش لا؟ علاش لا؟ اي ماكش متعصب تسمى معناها؟ مانيش متعصب، نفرح علاش لا؟ نفرح اما نحزن لفريقي ديما الجانب الثاني. فريقك شكون تعتبر اليوم السبب في الازمه اللي وصل لها اليوم؟ الازمه قديمه منذ الرباعيه الازمه، لكن تفاقمت المده الاخيره، تفاقمت باعتبار وانها وصلت لكلوب للدوين هيفي المالي، باعتبار وانها سيتين سوسيتي من غير فونت كوميرس لو بلوز اوفران يدخل كما صار عام 2011، حاب يتقدم حتى حد سي شريف بلامين مرض الله يرحمه الان، ما لقيت حد شكون، جابت العطروس، العطروس عجز بعد 7 اشهر، قدموا تفضلوا يا ولدي شد، مش حد حد بركت العطروس، اول واحد قادم عطاه الفلوس خلص الديون وشد، شد 5 سنوات سليم الرياح. وينه؟ إذا كان أنتم ما عندكم عطف على الإفريقي وعندكم ربما هك اللي تقول أنت أولادها، أولادها ما لقتكمش وقت الشدة. ما تعتبرش سليم الريح هو السبب الأول في الأزمة هذه؟ سبب الأول، ولكن تواصلت العملية. لكن أنت في وقت من الأوقات حتى يمكن أعتبرك ممكن حتى بوق دعاية لسليم الريح. أنا؟ أي مش بوق دعاية، إحنا تغرينا في الناس الكل. نعطيك حاجة أخرى، أنا من مساندي عبد السلام اليونسي الان اشد المعارضين ليه. اتنجيو لعبد السلام حقيقه في سليم الرياح اللي قلت سليم الرياح ولينا اغنى فريق وخليه يحقق، حتى لو كان يحب يحقق غايته السياسيه قلت خليه يحقق، ولينا نحكيو بالمليارات في وقت من الاوقات. نجم يكون غلطك سليم الرياحي، غلطني كما غلط الالاف، غلطني تو رئيس دوله غلطوه كما يقول هو، غلطنا مسؤوليته يتحم فيها 50%، 50% المحيط اللي داير به، المحيط داير به محيط رهيب، معناها حتى كان سندته في وقت من الاوقات لمصلحه النادي الافريقي مش مصلحه شخصيه ولا حاجه هكا، مصلحه النادي الافريقي. يعني برشا ناس نحكيك حتى على المجال السياسي، ثم ناس انتخبوه وعمرهم ما انتخبوا في حياتهم، انتخبوه بحكم انتمائهم للنادي الافريقي في الانتخابات، هذاك علاش جاب 17 مقعد ولا قداش في البرلمان. لانهم هما ينظروا في صوره الافريقي مهيمن عليهم، اما هما مش مقتنعين به كرجل سياسه، وهذا الامور. الافريقي هي ضحيه السياسه من زمان، من زمان تبقى تفاقم التو صحيح،
تفاقمت لأسباب معلومة أنه المسؤول اللي يجي ما يخليش حاجة نظيفة. كل على بعضه. طلبت باستقالة الهيئة الحالية تعب سلام اليونسي. والله هي إيش باش نقول لك أنا، هي مش استقالة، هي في البلدان المتطورة والمتحضرة، ما نقولش متقدمة، بلدان متحضرة، بلدان اللي عندها الأوتونومية، اللي عندها كعزة النفس، اللي يفشل يمشي. احنا ما شفناها حتى في قطاع، اللي يفشل يقعد. فشلت الهيئة ذي مع الأسف، فشلت فشلا ذريعا. أنا ما شكون تشوف البديل؟ والله البديل غير جاهز، ولكن أي بديل يبقى أفضل أتصور مهما يكون، أيا كان، أيا سيكون المعوض أو الواحد، حتى بفترة انتقالية ما يكونش أتعس من اللي شفناه. تحس أيامها أصبحت معدودة للهيئة الحالية؟ أعتقد ذلك، أعتقد ذلك، باعتبار وأنه قاعدين ندويه في الخطأ بالخطأ وبزرارق بحراب، شو هو بيجيب لاعب، هو بيجيب لاعب من الجزائر، هو لاعب من بيروفي من سانتوس، يعني من فريق سانتوس البرازيلي. تتم لعبيتك الحاليين اللي هم ينشطوا دي جوار اكتيف مش مخلصي، تقول لي باش نجيب من فلان ومن فلان، شنو الحراب هذه؟ ليش كنت مدفع جماعة الفيسبوك؟ ما يشدش بعضه، ما يتلائمش، مستحيل باش شيء يركب على بعضه. انت انسان مطلوب من الفيفا، برا في احد المواقع الالكترونيه وديع الجري في اخر خبر ميساج، اخر خبر اونلاين صديقنا طارق العصادي، يعني يقول في كلام خطير، قال مازالت الخطايرة توفى الموجه هذه، ثم افريل ثم سيموني ثم ريغا ثم مارسيليا ثم غيره، وثم زوز فرق ماشيين في طريق النادي الافريقي. قالوا سميهم لي، قالوا مش لازم، باينين زوز فرق ماشي باش تخسر من نقاط. مهدين. كيف شفت الهبه الجماهيريه من احباء الكلوب؟ ليست غريبة، الإفريقية جماهيرها تكون متحمسة أكثر وقت الشدة مش وقت الفرح، وقت الشدة تلقى جماهيرنا الإفريقية، لكن هذه قطرة من ماء، قطرة في بحر، يعني 5 مليارات شنو قدام 20 مليار؟ حتى شيء. أنا أتصور أنه كلش بهبة من السماء وإلا تسهيلات من الدولة في قروض حاجة من الشكل هذا، لأن الإفريقي مازال ما خرج من أزمته المالية. ساهمت في اللطخة نتاع الأحباء؟ ساهمت 3 مرات. قديش عطيت؟ والله مبالغ محترمة. إيه قديش؟ حسب إمكانياتي. عندي الأولى 200 والثانية 100 ومتاع الماتش الافتراضي أون سانت انفيريور 50 دينار. ومصورة وموجودة. باهي وينهم كبار الكلوب من هذا الكل؟ كبار الكلوب يناوروا، ما يسميوهم برجال رجال النادي او كبار النادي او رجال النادي، منقسمين عمرهم ما توحدوا، عمرهم ما توحدوا. هاش كنت لفت بعد ازمه كما قلت لك عجز العتروس على المواصله، وبعد خروج سليم الرياحي ما قالوا باش ترجع لاولادها، شفت التسريب 7 اشهر. السبعه اشهر ايزون بيان جيري لو كوتيديان. هما الخطايا هذه شكون اللي منظر لهاش؟ يقول لك مش دوري، انا انسان هيئة انتقالية تصريف اعمال، هزيت كوب دو تونيزي ضد ليتوال، انكار دو فينال كوب دافريك دو لاكاف، اموري واضحة، اشياء اخرى دوسيات لا علم لي بها. في الحقيقة انا مسؤولية كبيرة ياسر، انا هزيت كوبك اهو، اللي كان باش ياخذ شهرتين ويفسخ عقده، واللي كان باش تربحوا الكلوب كيما توزكار كان مطلوب ولا طالب، كرول كان مرهون في شهرتين ولا طالب 1.5 مليار وخذاهم، شيء غريب هذا. أين كبار النادي من كل هذه الأرقام؟ راهي مفزعة، ما هي مضروبة في مياه. ال20 مليار وكلموهم الكل ما لقاوش 3 مليارات كديون حقيقية. في وقت من الأوقات كنت باش تدخل النادي الإفريقي لدائرة الإعلام؟ قالوا لي شنو صار وقتها؟ والله كلام مس نتاع جس نبض، ما بشرتش. ديما يصيروا حدوث وبعض يصيروا حدوث في الكواليس يخلوك يبعدوك. الله اعلم. الله اعلم، قد يكون. تصريحاتك عملت لك مشاكل مثلا من نوع الافريقي بقرة حلوب؟ تعمل لي مشاكل مع من يتمعش من هذه البقرة الحلوب. ما لاموكش عليها شوية؟ لموني اللي فعلا يتمعشوا من البقرة الحلوب هذه. أنا تعتبر فعلا الافريقي بقرة حلوب؟ تماما. وما نرجعش في مش قوية كلنا، ما تحسش فيها إهانة شوية الهرم هذا؟ بقرة حلوب بتضر في الجاه،
الضر في النجاح السياسي، الضر في نجاح الأعمال. خلنا نعرف ناس، أنا راهو أندادي الكل في الستين سنة كيفي معناها يعرفوا الكلوب من السبعينات، كي نعرف كلوب من السبعينات نعرف شكون جاء كما قال مسؤول مسؤولين في أحد البلاتوات، جاء على ساقيه خرج في بام عادي. دونك ما نعرفش شكون تفاع من النادي الإفريقي. يسمي خلي وأقولها عاليا، يسمي خلي العباد ثلاثي المرحوم الوحيد الذي نفع ولم ينتفع. عزوز الأسرم، فريد مختار، رضا العزابي. الباقي الكل خذوه من الإفريقي انتفعوا أعطاو فيهم اللي أعطاه لكن خذاه زاد، أما هذوم اللي أعطاو ما خذوش رؤساء الكل دون استفاء. كل خذوا حاجات مش من حقه. اللي ما خذاش الفلوس خذا الجاه، خذا الرقي الاجتماعي، لكن خذا المنزل. كي تقول بقرة حلوب تحكي على الفلوس مش من حقهم، على سرقة كريمور معناتها. البقرة تعطي الحليب لكن تعطي الزبدة زاد، وتعطي اللحم. اش معناها؟ ها قلت لك مش بشرط هي تكون الأمر متعلق بالمال. كما قلت لك اسلم راحي كيفاش طلع في المجال السياسي مش بالنادي الإفريقي، أليست بقرة؟ بي من تصريحات أيضا لمحت الحمد المد، قلت السبونسور يتحكم في وسائل الإعلام. قلتها مرة باندفاع واعتذرت لها، ندمت عليها ولو أنها راي في ذلك الوقت كانت حقيقة. اليوم ما عادش؟ لا ما عادش، لا ما عادش. كيفاش نو تبدل؟ والله تبدل أنه اللي يتكلم حر يتكلم. معناه في عامين تبدل كل شيء؟ في عامين، عند عامين تصريحات. لا لا، 2014 خمس سنوات قريب الستة، قريب الستة سنوات 2014 تبدل معناها بين تو. وقتها كان حمدي المدب يتحكم في وسائل الاعلام. مش حمدي المدب، قلت سبونسور راهو. مش قلتش حمدي اون بيرسون، لمحت له. مش قلتش الترجي، لمحت له. قلت سبونسور. سبونسور قاعد يتحكم يا اخي. كان حمدي المدب وسبونسور في الرياضه في تونس، مش كان حمدي المدب؟ ماكش تقصد فيه هو معناها؟ لا واحد. هو من مجموعه سبونسور يتحكم. هاو نشوفوا في شركات اخرى مثلا برنامج رياضي في المونديال وفي الكان، يعني عنده يجي 20 سبونسور يا اخي، مش نقول لهم لا. بطبيعة الحال كان عندك علاقة برجل الغنوشي؟ كان استاذي. كيفاش؟ قراني في معهد المنصورة بالقيروان في بداية السبعينات. ما حاولتش تستغل العلاقة هذه لصالحك؟ مستحيل. انا تجمدت في عهد حكومة حمادي جبالي، يحمل نفس اللقب مش من جهتي بين قوسين. تجمدت في الإذاعة. واضح. بيه هكا كملنا الحوار متاعنا. عنا شوية دو روبريك تعملها معاك سي خليفة، البداية مع الكويز. الكويز مجموعة من الأسئلة جاوبنا عليهم من غير ما تخمم برشا. شكون تعتبره أفضل لاعب تونسي تو من غير ما تخمم برشا؟ ياسين الشماخي. أفضل لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ذياب بدون شك. لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في تونس، في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا كي نقوله احتراف؟ والله مش يقولوا انتماء ويقولوا هذا، ديما التعصب موجود في اللي نشوف فيه توا. يمكن 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 نتصور وليد خليل قصاب، ولو انا مازال صغير برشا. في صح كنت عليه لعب ماتش حاجه كبيره برشا. لا زوز لا شيء، لعب 10 ماتشات. لا ما لعبش 10 ماتشات. شنو ما لعبش؟ لا ما لعبش. لعب الكلوب مش لعب 10 ماتشات. شو نقول انا مانيش نشوف في لاعب في الوقت الحاضر جاهز. انا نحكي هذا كاتيجوري دي جون. باش ناخذها بالعاطفه في شوي. مش بالعاطفه. انا قاعد نلوج تو، درت بهبط من بنزرت بالطريقه الجغرافيه حتى مش نوصل للبنجردان. انا ما ريتش ما سنا ما ثماش. وانا كنا نحكيه على تالق المهاجمين الاجانب. شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب ليا في تونس اي فوزي الرويسي. احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي سابقا وحاليا؟ حاليا اي. صعيبه الاجابه؟ صعيبه الاجابه. علاش؟ ما فماش تميز كي بعضهم يشبهوا لبعضهم. انا نقول ربما معين الشعباني محقق زوج شامبيونز ليغ ولا بعضهم محققهم حتى مدرب تونسي قبل. الارقام لا تعني شيء. معين الشعباني نجح نجاح كبير برشا لكن مازال قدامه الطريق. ما يلزمش يجاوبني شكون تعتبر احسن واحد تونسي. والله نشوف في جلال القادري بكل صراحه.
جلال القادري. شكرا الخطوي. باهي ماتش ما تنساهش. ماتش ما ننساهش الدوري النهائي تونس المغرب 2-1 في ملعب رادس 14 فيفري يوم عيد الحب. شكون تعتبر اليوم افضل معلق تونسي؟ تونسي مباشر ام قديم؟ زوز مباشر توا يخدم ما يسالش ما عادش عندنا برشا وقت. مباشر قلت بكري ثنائي او ثلاثي خلينا نقول رفقي بوستة واحد اي رفقي بوستة افضل مقدم برامج تونسي. افضل مقدم برامج تونسي في الوقت الحالي، في الوقت الحالي اعتبر انه عادل بوهلال اقرب جمعية ليك بعد الكلوب. الملعب التونسي واضح. دونك كانت هذه لوكويز. لوكويز يعطيك الصحة سي خليفة، شرفتنا بحضورك اليوم. خليك انت حبت تضيف حاجة في الختام؟ بكل شيء كيما بديت نختم معاك نجدد شكري لهذه الاستضافة اللي شرفتني باعتبار اني كما قلت لك منذ 5 سنوات كنت موجود هنا في هذا البلاتو لكن في المكان المقابل مع سامي العكريمي نحييه. كذلك اكتشفت فيك ما قيل لي عنك انك انسان صريح، انسان واضح، انسان تقرص برشا تبربش برشا. فاجأتني. وكذلك اسمك تعرف واني كيما كلمتني ونسقنا هذا الموعد عمري في حياتي ما خذيت ضيف وقلت له اش باش نسالك واذا قال لي اش باش نسالك قل له سامحني نعتذر راني غلط كنت باش نطلب واحد اخر. انت ايضا كي طلبتني عمري ما نعرف سور كيل فولي اون فا بارلي. يعطيك الصحة سي خليفة، شرفنا اليوم بحضورك قامة تقريبا من قامات التعليق التلفزيوني والناس كلها تفكر كان 2004 وصوتك في الدور نصف في الدور نصف النهائي والنهائي هكا ولا الاثنين بالضبط. يلتحق بينا زميلي امير الدريدي بعد شوية ستار اكسبريس. اهلا بك امير. مرحبا سلام، مرحبا بضيفك. عندك انسالك دقيقة ونص الجمعة الجاية نعطيهم. دونك ضيفنا اليوم في ستار اكسبريس من 6 ل 7 تاع العشية باش يكون الفنان التونسي صبري مصباح. سينو كالعادة في ساعتنا الأولى لي روبريك اللي يستنسوا بهم الكل الكادوات كالعادة ما عند ترافل تو دو. ميرسي.